فاكراسانا. فاكرا تعني ملتفا أو ملتويا. لتنفذ التمرين اجلس ومدد ساقيك أمامك، أبق يديك بجانب الحوض، احذر أن يكون وزن جسمك محملا على يديك. هذه الوضعية تدعى دانداسانا. الآن اثني ساقك اليمنى وضع القدم اليمنى بجانب الركبة اليسرى. ضع اليد اليسرى حول الركبة اليمنى وضع الكف بجانب القدم اليمنى. بينما تخرج زفيرا لف يدك اليمنى وأدر جسمك ورأسك نحو اليمين. تأكد أن ظهرك مستقيم. تنفس بشكل طبيعي وابق في هذه الوضعية لمدة من 10 إلى 30 ثانية. فاكراسانا تجعل العمود الفقري مرناً. هذه الوضعية تنشط البنكرياس وتسهل تحكمه في مرض السكر. فاكراسانا مفيدة أيضاً للكبد. فاكراسانا تساعد على التخلص من الإمساك وتحسن عملية الهضم. تجنب هذه الوضعية إن كنت تعاني من آلام حادة في الظهر أو مشاكل العمود الفقري أو الانزلاق الغضروفي. تجنبها كذلك بعد العمليات الجراحية في البطن. وعلى النساء تجنب فعل هذا التمرين خلال فترة الحيض. بعد الثبات في الوضعية لمدة من 10 إلى 30 ثانية مع التنفس الطبيعي، اعدل رأسك وجسمك وقدميك وعد إلى وضعية دانداسانا. الآن أرجع يديك للخلف وأرخي ظهرك في وضعية فيشراماسانا. بعد الاستراحة قليلاً، كرر هذه الحركات للجانب الآخر. ممارسة فاكراسانا بانتظام تقلل دهون البطن ولها تأثير إيجابي على الأعضاء الداخلية لجسمك، وتساعدك على عيش حياة خالية من الإمساك.